يا الله، السلام عليكم حبايب قلبي، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ اليوم راح نحكي في موضوع بسيط وان شاء الله هنكمل هذا الموضوع ونتحول نحكي بالقصه. بدايه، اليوم اللي انشهر بينا على اليوتيوب او على الانستغرام او عن طريق الفيس يتكبر على متابعينه وصار عنده متابعين وما يتحاكى، وها شوفوني انا صاروا عندي متابعين. الحمد لله وشكر، هذا الطبع مو بيه. واليوم قررت اقدم خدمه لجميع متابعيني. اي شخص بيكم عنده قناه ومبتدئه وما بيها متابعين ويقدم محتوى حلو على اليوتيوب، انا قررت اسوي له دعم مجاني واعلان مجاني بهاي قناتي، تمام؟ فأي شخص عنده محتوى خلي يجينا على الانستغرام، كلكم راح أنشركم. أي شخص يجينا على الانستغرام ما أرده نهائيا، كلكم أنشركم. هذا الانستغرام راح أثبته لكم هنا، تعالوا إلي على الخاص شوفوا. اللي أفتح رسالته معناتها راح أنشره، واللي ما أفتح رسالته خلي ينتظرني، مو كلكم تريدون أنشركم بنفس اللحظة. المهم حبايب قلبي، راح أبلش أنشركم واحد واحد، تمام؟ وإن شاء الله راح يصير الإعلانات عن طريق المنتدى، تمام؟ راح أنشركم بالمنتدى وأسوي لكم إعلانات مجانية. هسا اللي أريده منكم، اللي داخل على القناة جديد وما مشترك بها خلي يشترك بها ويخلي لايك ويفعل جرس الإشعارات، وحتى اللي داخل على القناة الجديد هسه ويجينا على انستغرام ويقول لي عندي قناة وعنده محتوى حلو هم كذلك أنشره. يلا حبايب قلبي، سووا مشاركة للفيديو ومن السهم اللي تحت الفيديو، وأنا بخدمتكم وإن شاء الله راح أسوي دعم مجاني للكل وبخدمة الطيبين، ونبلش بالقصة. طبعا أغلبكم شاف عنوان الفيديو، والقصة تحكي عن هاي البنية اللي سوى السحر لوالدها في سبيل يوافق بحبيبها. نبلش من بداية القصة. البنية تروي لقصتها، تقول أنا أول ما دخلت الجامعة مرحلة أولى اتعرفت لي على شخص من قسمنا. هذا الولد يعني اعتبرته كبداية كزميل إلي وصديق مقرب، بس بمرور الأيام تعلقت بي وحبيته لأن كان أخلاقه وأسلوبه كلش حلو. فالمهم تقول بعدين اعترفت له بحبي، والولد كذلك هم كان يحبني بس يعني خجول كلش وما قدر يحكي لي بحبه. فالمهم تقول انا حبيت هاي العاده يعني لان مو جريء وما يحاكي اي بنيه فقط انا. فالمهم تقول اتفق وياي بانه من يتخرج من الجامعه يجي يتقدم لي ويخطبني، لان هو على ما يكون نفسه ومن هالامور. فالبنيه تقول خلال ذن الثلاث سنوات قبل لا نتخرج، والله العظيم تقول هواي ناس اجوا تقدموا لي، موظفين وهواي يعني شخصيات معروفه اجوا تقدموا، وانا رفضتهم على مود حبيبي وعلى مود انتظره لان انطيته كلمه وهو هم كذلك بدا يكون بنفسه. فالمهم تقول من تخرجنا الولد مكون نفسه ومحضر كل شيء، بس المشكله تقول انا ما حاكي لاي شخص من اهلي على مود مثلا يحضرون ارواحهم او يعرفون الشخص. فتقول من اجى تقدم لي تفاجأت برفض والدي، تقول اخواني وافقوا، والدته وافقت، يعني حتى عمامي ما كان عندهم اعتراض، يعني ما حد نهى علي، بس تقول والدي الوحيد اللي رفض وقال لي هذا الشخص ما تاخذينه لو تموتين، على الرغم بانه هو ما يعرف هذا الشخص، ما حاكي ولا متعلق به، يعني حتى اهله معروفين وناس زينين، بس المشكله ما اعرف شنو اللي خلى والدي يرفضه. فتقول حاولنا بكل الطرق، وبعدين قلت له والدي هذا شخص زميلي بالجامعه وانا اعرفه واعرف اخلاقه. فتقول والدي رفض وقال لي نهائيا هذا الشخص كلنسا وطلعيها من ذلك، ما اوافق به نهائيا. فالمهم تقول بعدين قررنا بانه نشرد انا وياه، بس حسبنا للوضع وحسبنا لامورنا اهلنا يوقعون مشاكل وتصير فصول وتصير سالفه عشائريه. فتقول اخر شيء اجى صديقتي اقترحت علي موضوع، قالت لي انت ليش ما تخلين سحر لوالدك عسى ولعل يوافق به. فتقول زرعت هاي الفكره ببالي، وتقول هذا الشيء رحنا سويناه بدون ما يعرف حبيبي، لان اذا عرف بهذا الموضوع احتمال هم يفكر يقول هاي يجوز بعدين متزوجنا هم كذلك تضربني بسحر. تقول صديقتي اخذتني لشخص، هذا الشخص طلب مني 250 الف مقابل هذا السحر اللي يسويه. فتقول انا وافقت له، طالب مليون هم كذلك انطي. فتقول انطيته 250 الف، سوال السحر ورتبه، وهو سحر محبة بين والدي وبين حبيبي، والحمد لله وشكر. تقول خلال شهر اشتغل السحر، تقول من بعد ما اشتغل السحر والدي فجأة تغير وقام يسأل على حبيبه وين صار ومن هالأمور، فعرفت بأنه السحر اشتغل. بعدين تقول خابرت حبيبه وقلت له تعال تقدم. حبيبي تقول مأيس لأن خطب أكثر من مرة، فتقول قنعته وإجا تقدم لي يمكن مرة ثالثة أو رابعة. فالمهم تقول من تقدم مباشرة والدي وافق، والحمد لله والشكر حاليا متزوجين وماشي الوضع، ويعني حتى أطفال عندنا. بس تقول المشكلة مو هنا، المشكلة من بعد هذا السحر ومن بعد زواجنا حسيت بوالدي جاي يتخربط ويتمرض وصير عنده أمور ما أعرف شنو، حتى أهلي داخلوا بي يعني ما كانوا مفكرين بأنه هو مضروب سحر لأن ما حد يعرف هذا الشيء بس أنا وصديقتي. تقول رجعت لهذا الشخص اللي سوالي سحر وشرحت له وضع والدي وقلت له والدي جاي يتخربط ويمر بأمور غريبة ما نعرف شنو موضوعها. فقال لها والدك بسبب هذا السحر ورجع علي السحر وجاي مرضه، وهذا ماكو حل الا ينفك عنا السحر. او قال لها اذا انفك السحر عن والدك من المحتمل يرجع يكره زوجك واحتمال تتطلقين منه، فانت اختاري اما ينفك السحر عن والدك وتخسرين زوجك، اما يبقى والدك بهاي حالته ويتمرض واحتمال يموت. فتقول انا حاليا بقرارين كلش صعبات،
واريد نصيحه من المتابعين شو اسوي بهاي الحاله، وانا تورطت ورطه بهاي السالفه. فاللي عنده نصيحه يقدمها للبنيه، والبنيه راح تراقب التعليقات عسى ولعل تطلع بحل من خلال تعليقاتكم. حبايب قلبي لهنا وانتهت قصتنا، وان شاء الله استفادتوا من القصه، والرساله جدا واضحه من هاي القصه بانه السحر اولا حرام، الثانيه يخرب بيوت ويسبب امراض وينقلب على الشخص اللي سواه. فنصيحتي ابتعدوا عن هاي الامور نهائيا، لان اكو بنات مؤمنه بهذا الموضوع، اكو بنات والله العظيم حتى متابعاتني هسه يشوفني يعني مفكراتي سوون سحر ومن هالامور. فنصيحتي الهن يبتعدن عن هذا الموضوع لان خطر، وهاي الناس اللي جاي يسوي اسحار نصابه وتستغل وبس يسوون اسحار وعلى مود الفلوس فقط. فاللي اتمناه جميع بنيه جاي يشاهدني سواء كانت متزوجه او ما متزوجه تشيل فكره السحر عن بالها، لان اكو بهن متزوجات يخلى لرجولتهن سحر على مود يتغير ومن هالامور وهواي يسوونها، واكو بيهن مام الزوجات في سبيل يجي يتقدم لها ويخطبها، فهذا الشيء كلش غلط وحرام ويهجم بيوت وخساره ومرض واحتمال ينقلب على البنيه اللي تسوي. فلهنا وانتهت القصه، وان شاء الله الكل استفاد منها، واتمنى منكم تشاركون القصه من السهم اللي تحت الفيديو لجميع الاصدقاء عن طريق البرامج، ولا تنسون تتابعونا على انستغرام راح اثبته لكم هنا، وسلامتكم.